موضوع هذا الفيديو يا جماعة اليوتيوب، وثالث موضوع على التيك توك اليوم، أو ثاني موضوع على التيك توك، ثالث، لا ثالث. لا تستنى بالناس إنها تعترف بقدراتك وتعترف إنك أنت شخص والله ممكن يقدر يساوي المهمة. كتير ناس بشوفها وبتتواصل معي بتحس إنه ثقتها بنفسها بتتزعزع لما تشوف إنه الناس التانيين ما عندهم ثقة فيهم. يعني صراحة إذا أنت شخص مستني في الناس اللي حواليك إنهم يقولوا والله أنت شاطر، والله أنت عندك بوتنشل، والله ممكن توصل، حتستنى فترة طويلة صراحة، سامحني. لأنه مش هيك الدنيا بتشتغل. لازم 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 الواحد يكون واثق برب العالمين زي ما قلنا أكثر من مرة، وحاضرني أعيدها، لأنه فعلا موضوع الثقة هذا حقيقي. لازم الواحد فعلا يكون واثق إنه الله موجود. تاني إشي الثقة اللي من جوا، هاي الثقة اللي من جوا إذا مش موجودة، إذا ما عندكم أنتم الثقة اللي من جوا، انسوا الموضوع. شو ما كان حلمكم، شو ما كان طموحكم، إذا ما في ثقة من جوا كيف بدك توصل؟ إذا أنت ما بتفكر لحالك إني أنا شخص والله أنا عندي كل الشغلات اللازمة عشان أحقق النجاح، إذا ما عندك هذا الشعور، إذا ما عندك هذا التفكير، كيف متوقع من حالك توصل؟ فالناس اللي بتقول لي يعني محمد، طب يعني مثلا الأهل، مرات الأصحاب، مرات الأقارب، مرات المدرسين، بقول محمد يعني والله جوهم بكئب وبحبط. ما بلومكم، أكيد إشي محبط في البداية لما تشوف إنه الناس ضدك، أو الناس ما بتتوقع إنك تنجح، أو الناس ما بتتوقعك تكون إشي يعني كبير، ممكن يحبط في البداية. بس السر إنه الواحد يقول بتعرف، حط هدول الناس على جنب، أنا في عندي هدف ببالي، أنا إن شاء الله إن شاء الله هحط ثقتي بربي، بس انا هعمل كل شيء عشان اوصل للهدف هذا. وانا ما بقولكم انه تشتغلوا عشان تثبتوا هدول الناس غلط، تثبتوا ان هم كانوا خطأ، ان هم كان لازم يساندوكم ويكونوا جنبكم. لانه يعني صدقوني انا في المدرسة، سواء في الرياضة، سواء في الدراسة، سواء في شغلات كتيرة بحياته، ما كنت انا المرشح الاول، مع اني الحمد لله بالرياضة، بالكرة، وبالدراسة، وبكتير مجالات تانية ما كان ناقصني اشي بالنجاح، والحمد لله انا نجحت في 3 مجالات الحمد لله. كرة كان عمري 14 سنة، كنت بلعب مع سن تحت ال 18، يعني الحمد لله، يعني انا كان في ناس بفريقي في ما بيني وبينهم 4 سنين فرق. بالدراسة الحمد لله دائما من المتفوقين والاوائل. مرة تانية ما بدي افتخر، بس حابب اثبت نقطة. والاشياء الثالثة الحمد لله، يعني كأدب كأخلاق الحمد لله ما كان في شيء ناقص. في سنة التخريج في المدرسة، سنة 12 توجيهي، احنا درست بدبي مش توجيهي، في شخص سأل واحدة من المدرسات مين بتفكر انه ينجح، سمت معظم الصف، وانا من الاسامي الواحد، يعني من الاسامي، يعني ما سمت اسمي. انا قلت وال، مع انه معدلي في المادة اللي هاي المدرسة كان بتدرسها هديك السنة كان معدلي 100%. تخيلوا لمدة السنة كاملة معدي كان 100%، مادة فيزياء مش سهلة، آخر سنة دراسية في المدرسة، وما فكرت إن أنا شخص حكون ناجح. حكيت ما حضغط عليها، أنت حرة بأفكارك، أنت حرة شو بدك تفكري، ما بتفكري إن أنا حكون شخص ناجح، خسارتك أنت مش خسارتي أنا. إذا في شخص بيفكر إنه أنتم ما حتكونوا ناجحين، هاي خسارتهم، ما تخلوها خسارتكم. تفكيره خليه يفكر إشي غلط عادي. حكيت مش مشكلة، أنا حثبت الناس غلط، ما أوكي، أنا ما بدي بس أشتغل عشان أثبتك غلط، لأنه أنا حثبتك غلط، هيك أنا واثق من حالي إن أنا حثبتك غلط، سامحني يا أخي. حوصل للي أنا بدي إياه إن شاء الله. فأنت بالنسبة إلك بدك تساندني، أنت عملت هيك أخذت قرار صائب، ما بدك تساندني، تحمل إنك أنت حتشوفني إن شاء الله ناجح، وحتقول والله كان ممكن أساند هذا الشاب. ولازم يكون عندكم انتم نفس التفكير هذا، لازم يكون عندكم نفس التفكير، لانه انا متاكد في ناس حتشوف الفيديو هذا، ناس بتعرفني صار لها سنين من ايام المدرسه. وصراحه يعني ما صعب اني اقول انهم وقفوا جنبي، ساندوني، يدعموني، لا عادي، يعني في الاوقات الناجحه طبعا، والله محمد وكنا متوقعين دائما انك تنجح، لا ما كنتش دائما متوقع اني انجح. لما كان في خصم تاني ضدي كنت اقف مع صف الخصم. لما كنت اواجه مشكله كبيره او تحدي كبير كنت دائما تقول لي لا محمد والله ما بعرف اذا انت قد التحدي. بس اتغلبت عليه جاي تقول لي برافو عليك ودائما انا فخور فيك ودائما لا صراحة لو سمحت لا تحاول تقنعني بهذا الكلام صراحة، يعني مش قدامي. تعرفت على ناس بالجامعة صراحة، ناس اوادم، ناس فعلا وروني ايش معنات انه يكون في
دعم جنبك، يكون في انه ناس بتثق فيك، شايف انه ممكن يكون عندك قدرات، يكون عندك والله انك توصل اماكن بعيدة. هذول الناس انا بعزهم، بعزهم كتير. بعد الجامعة رجعنا على نفس السيناريو، يعني في ناس يعني بتحس هيك سبحان الله، يعني لا انه صداقات بتقدرها، ولا انه يعني مواقف بتقدرها، ولا شيء، سبحان الله. فبدناش نطلع كثير عن الموضوع، بس اللي انا حابب احكيه، انت كشخص سواء ولد بنت، بالمدرسة في الجامعة بعد الجامعة، متزوج عندك شغل ما عندك شغل، مين ما كنت، ما تستنى في الناس انها تحكي لك انت شخص متفوق عشان تتفوق. ما تستنى هذا الشيء، خلي القرار يكون من جوا. انت احكي لنفسك انا متفوق، وان شاء الله، وبعد طبعا حط ثقتك برب العالمين، وان شاء الله انت حتوصل اللي بدك اياه. فما حدا، ما حدا فينا يستنى، ما حدا فينا يستنى الشخص الثاني اللي من الشارع يجي يقول له اه على فكرة انت شخص ما شاء الله عليك تمام. ما حيصير هذا الشيء الا ان شاء الله لما توصل لهدفك. لما الواحد يوصل الناس حتيجي والله برافو عليك، طول عمري طول عمري عارف انك ناجح، طول عمري انت الشخص الوحيد اللي انا قلت في بالي هذا الشخص ناجح. هذول الناس حييجوا، و99 في اصل 9 منهم حيكونوا كذابين، لانه هذا الدعم ما شفنا احنا لما كنا بنحتاج دعم. هذا الدعم في اوقات الضعف، في اوقات الـ يعني فعلا انه الواحد تعب، وين كانوا هذول الناس؟ وين كان هذا الدعم؟ سواء دعم معنوي، سواء دعم انهم يكونوا موجودين حولك، حتى يا اخي برسالة، مو مشكلة، مو مشكلة. فأرجو إنه الرسالة تكون وصلت. إحنا كناس ناجحين إن شاء الله ما بدنا نستنى بأي حدا يحكي لنا إنه إحنا ناجحين. إذا أنتم بتستنوا في شخص، أنا حاختصرها عليكم، كل واحد فيكم، ها حطلع في الكاميرا، كل واحد فيكم ناجح، كل واحد فيكم بيقدر. اللي ناقصك يا إما ثقتك برب العالمين أو ثقتك بنفسك. هحكيها لجماعة التيك توك، كل واحد فيكم ناجح، كل واحد فيكم فيه كل لوازم النجاح والتفوق. ما في إشي ناقصك غير ثقتك برب العالمين، أو ويمكن أو ثقتك بنفسك. شايفين؟ فأنا قلت لكم هنا، اختصرت عليكم. فهلا ما في داعي حدا منكم يستنى، خلينا نحاول نطبق هلا، خلينا نحاول هلا نشتغل على الهدف، خلينا نحاول هلا نثبت لحالنا إنه أنا بقدر أوصل للهدف، نوصل للهدف، وبالطريق نكون إحنا أثبتنا كل الناس اللي هم كانوا بيشكوا فينا، كل الناس اللي ما دعمونا، كل الناس اللي كانوا يحاولوا يحبطونا، إنه إحنا نجحنا الحمد لله. تمام؟